مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكيك بالمقلاي. بدنا نحضره بالقنينة. اول شي عنا كوب طحين، كوب المقاس نص كوب كبير، كمان عنا 3 معالق طعم سكر، ملعتين طعم حليب، ملعتين طعم زيت نباتي، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بيضة، وبدي حط رشة فانيلا. قبل ما نبلش بالطريقة بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير كتير للي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نعملها بطريقة كتير سهلة ورائعة. أول شي رح حط بالقنينة، رح نعملها سكر، الحليب، زيت، فانيلا، حطيت حوالي نص ملعقة صغيرة فانيلا، كمان البيضة، خلطهم منيح مع بعض. بسم الله. بس خلطتهم منيح، هلا بدنا نحط البيكنج باودر والطحين. حطيت البيكنج باودر فوق الطحين، هلا بحط بسم الله بيكنج باودر وطحين. طريقة كتير كتير سهلة وسريعة، حلوة للولاد على فكرة كتير. هيدي طريقة كتير صغيرة وخفيفة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير. هلا كمان برجع بخلطهم منيح. بعد ما خلطهم منيح هلا بحطهم بالمقلاي. بس فضيتهم منيح، هلا بمدهم بالسباتشيلا، بمدهم نفس المستوى. الغطا شو بعمل؟ بحط شقفة سنيتة صغيرة عشان تحصر الحرارة بهيدا الشكل. بغطي المقلاي وبحطهم على الغاز على درجة حرارة 3. بعد حوالي ربع ساعة بتأكد من الكيك كيف صار. بسم الله، هذا الكيك استوى. واو، كتير كتير لونه حلو وطلع صافت. شيل ورقة الزبدة كمان. هلا بس بدي شوي ياخد لون من الاسفل، حوالي دقيقة بس وبرجع بزينه انا وياكم. وبس اخد لون خفيف بهيدا الشكل، هو استوى الكيك، بس انه
بدنا اياه ياخذ شيء بسيط لون خفيف بهيدا الشكل. هلا بدنا نعمل طريقه التزيين انا وياكم. الكريمه اللي بدي اعملها انا وياكم، عنا هون كوب المقاس، واحد كوب حليب، ملعقه طعام ملاني نشا، ملعقه طعام سكر، وعنا شوكولا 100 جرام. بحط الحليب بالطنجره، نعمل كريمة كتير مختلفة أنا وياكم وكتير طيبة. بحركن مع بعض على الغاز، بحرك تحريك مستمر عشان ما يحرق الحليب. الكيكة على الغاز بيطلع شوي ناشف. هيدي الكريمة طريقة الشوكولا اللي عم بعملها أنا وياكم، بتعطيه طراوي كتير بيصير طيب. بس بلش يسخن الحليب الشوكولا عم بيذوب معنا. إذا بدكم في طريقة تانية بتحركوا الخليط كله مع بعض، آخر شي بتزيدوا الشوكولا، بتضيفوا الشوكولا آخر شي، ما في أي مشكلة. كمان نفس الشي، يعني النتيجة نفس الشي. عرفتوا كيف؟ بس صار عنا هيدي السماكة، هلأ بطفي الغاز. بحط الشوكولا بالمقلاية على الكيك. بسم الله. هلأ بحط الكيك على جنب ليبرد بحرارة الغرفة، ونرجع منرش الشوكولا على الوجه. بس برد الكيك بحرارة الغرفة، هلأ بدي احط تشوكلت شيبس على الوجه. بدنا نشوف كيف طلع الكيك معنا. شكل ما شاء الله كتير رائع. واو، هيدا الشكل النهائي. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.